ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسية روفي يا الغزال فاطمة لابد أنكم حذرتم أن الأغنية مغاربية من اللهجة، فهل تعرفون ماذا يسمى هذا النمط الغنائي؟ إنه الملحون، فن تراثي أصيل يميز المغرب الأقصى. هو نوع من أنواع الشعر الشعبي باللهجة المغربية العامية مع كلمات فصيحة. يقال إن التسمية مشتقة من اللحن في الكلام أي الخطأ، لكنها أخذت من التلحين، فهذه النصوص الشعرية نظمت بالأساس لتلحن وتكون مغناة. عرفت مختلف البلاد العربية الشعر الملحون بتسميات مختلفة، أما في المغرب فكانت نشأة هذا الفن في واحد تفيلالت، ويعود ظهوره إلى العهد الموحدي في القرن 12 الميلادي من شعراء ذلك الزمان السلطان عبد المؤمن الموحدي وأخته الأميرة رميلة والشعراء ابن غزلة وابن حسونة وآخرون إبان حكم بني مرين. تطور الشعر الملحون زمن حكم السعديين وبلغ أوجه في العهد العلوي، كان معظمه بداية ذا طابع ديني، قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل إلى الله، ثم تنوعت الأغراض بين وصايا دينية وغزل ورثاء وهجاء وغيرها. نبدأ باسم الكريم مولاي القدران يا سيدنا هذا المقطع يسمى السرابة، وهو أول أجزاء قصيدة الملحون المغناة والتي تنظم دون ضبط محكم لوحدة الوزن والقافية في 5 أجزاء. بعد المقدمة أو السرابة يأتي الدخول ثم الحربة، وهي اللازمة ويؤديها الشداشة، وهم جماعة المغنيين والعازفين، ثم الأقسام أي الأبيات المغناة، وأخيرا الدريدكة التي تختم القصيدة وتنشد على إيقاع سريع. كان الملحون المغربي يقدم سردا في الزوايا والمساجد، ثم بدأ يرافقه التوساد أي ضبط الإيقاع باليد. تلاه اعتماد آلة التعريجة بالدق عليها ليتوسع استخدام الآلات الموسيقية، فنجد السويسي والربابة والعود وغيرها. في مراكش وفاس وأزمور ومكناس وسلا يرافق الملحون أهل المغرب حتى اليوم، وله مكانة خاصة في وجدانهم، فهو يختزن في أبياته صفحات من حكاياتهم وحضارتهم ونضالاتهم. لكن هذا الجزء المميز من الهوية المغربية الفنية مهدد بالاندثار. لله يا شمعة سلسلت أرضي.